هوية بريس. واحد الإضافة، واحد الإضافة ديال اللايف. اللايف كان دائما نقل مباشر. أنا لا أدري علاش اليوم الرئيس قرر أنه ما يكونش النقل مباشر، إذا هو على علم أن يعني 90% ديال الساكنة فاس ضد واحد النقطة كاينة في جدول الأعمال 90%، وهاد الساكنة ما جات دارت لك مظاهرات ما أي كاين. بعض الإخوان أمس داروا واحد الوقفة مزيان، هذا الرأي والرأي الآخر، ماشي مفروض، ما فرضوا عليك حد. رانا ألوان سياسية مختلفة، كاين اللي ما عنده لون وكل واحد وكيف هو، ولكن هالشيء خصو يكون واحد اتفاق جماعي. ما دام أن الرئيس سافر إلى إسرائيل بدون علم المكتب وبدون علم المجلس، وحنا كان عندنا معاه كفريق المواطنة لقاء، جينا ما لقيناش، ما كاينش حتى اللي قلنا انه فين راه، واش مسافر، واش علاش ما حضرش. فاذا بيت تفاجئوا انه في اسرائيل مع واحد الجماعه، قيل انه تلقى معاهم في داك شرم الشيخ، تما كانت تدرس هذه العلاقات الاسرائيليه العربيه في شرم الشيخ، هما في السياحه، مشى بلا علمنا، وقع بعد ديجا اتفاقيه. غتجيبها للمجلس علاش؟ باش يزكيها؟ خذ رأي المجلس واسمعني، الله يرضى عليك. لا، هذا هو المشكل. نقطة الاتفاقية ما بين جماعة فاس وكفار صبر الإسرائيلية عادت من وسائل الإعلام، شنو نقدروا نقولوا هذه الشراكة تقريبا شنو فيها؟ شنو اللي مجلس جماعة فاس كيحاول يخفي على الساكنة؟ الشراكة أولا ما يمكن نقول لك شنو فيها، لأن كاين جابوا شراكة تعاون. أنا لحد الساعة ما عارف شنو هو التعاون في أي مجال من المجالات. اليوم كاين واحد الحرب على الاسلام، اولا حرب على الفلسطينيين. اليوم في هذا الكفار سبع ولا في جميع المدن وفي القدس، هذا اليوم هدم المنازل يوميا على رؤوس ساكنيها. اليوم كاين التهويد ديال القدس. اليوم العالم يستنكر، ماشي غير هنا، العالم اليوم تسمع المانيا تستنكر وفرنسا، وهذا على ما قامت بهذه الحكومه. يمكن اتفاقية اللي كانت اللي تيقولوا ابراهام، اتفاقية ابراهام اللي دارت ما بين الرئيس الحكومة السابق وما بين اسرائيل، كان ظروف اليوم ظروف اخرى. اليوم حكومة يمين متطرف الى اقصى الحدود. اليوم الاسرائيليين والمواطنين الاسرائيليين يحتجون في القدس وفي جميع المدن. اليوم احتجاج تاد الاسرائيليين. كيفاش في هذا اليوم الاحتجاج جينا هذه النقطة اللي هي نقطة زعما كارثية بكل معنى الكلمة؟ كان على الرئيس أولا يتشاور مع الفرق في جدول الأعمال، ما يجيش للمكتب ويقول لهم لا شي جاني ما عند وزارة الداخلية خصكم تدوزوه وصافي. اش هاد الهضرة؟ راه كلام. الإدارة إدارة والمنتخبين منتخبين، هذا هو اللي خصو يميز هذا الرئيس، ما تيميزهاش. يعني استحمد شويه. هو تيجي وتيقول لهم غير جاتنا. لا شوف، هذا الوزارة الداخلية تتبعث 6000 مذكرة، 6000 نقطة للمجالس، وكل المجالس تيبقى لهم حق الرأي، لأن عندنا بلاد ديمقراطية. بيان سور مقترح، ما فرضش عليك أنت مشيتي قبل ما تجيك المذكرة، إذا مشى جرى هو بكري. ولهذا هذا هو المشكل، هذا المشكل اللي تنظن عليه. باش ما خلاش وسائل الاعلام باش تحضر الدوره، وهذا خطا. بالعكس، في هذا الموضوع خلي وسائل الاعلام تحضر الدوره وشوفوا الناس شنو تتعبر وكيفاش تتعبر. والديمقراطيه راه هي هذه، انا ما يمكنش، راه تجاوزنا مراحل وتعذبنا على الديمقراطيه، ادينا الثمن. احزاب الوطنيه ادت الثمن باش تكون الديمقراطيه. ما يمكنش يجي السيد باسم وزارة الداخلية أنه يضغط على الناس. هذاك شغالك أنت وزير الداخلية ولا أنت المسؤول في وزارة الداخلية، هذاك شغلك. ولكن مع المستشارين هضر معهم كمنتخب، هضر مع الناس كمنتخب وخلي الناس حريتها. دابا من الأغلبية وأعضاء في المكتب تقول لنا هو دابا وحنا لا بدنا نسلكوا حيت عليه ضغط. إلا ولينا علينا الضغط، إذا هاد أصوات الشعب مشات هباء، هاد الشعب شكون غيمثلو؟ هذا هو المشكل. شنو هي القيمة المضافة؟ فاس عندها توأمة تاريخية، أول توأمة مع القدس، مع مدينة القدس. يعني مدينة القدس تاريخها وتاريخ مدينة فاس، راه يمكن نقول راه فاس راه رديفة ديال القدس. غادي نضيعوها بشي كفار سابع ولا سابع ولا سابع ولا ما عندك شي، ماشي معقول. زعما ماشي معقول، ولكن
المجلس عنده زعما كامل الحريه باش يناقش، واللي بغى يصادق يصادق، واللي بغى يعارض يعارض، هذه هي الديمقراطيه. شكرا. هوية بريس.